بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الكريم الذي أعزه الله بالقرآن الكريم، هذا الشهر الذي كرم على كل شهور العام بالقرآن الكريم، وفي هذه الليلة التي نلتقي فيها مع حضراتكم في مجلس من مجالس العلم التي تحفها الملائكة، نستفيد ونستنير بهذا الملتقى، ملتقى الفكر الإسلامي الذي يجري برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبشراكة قوية جداً وتغطية إعلامية متميزة من قطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، وقد شرفت قناة النيل الثقافية بأن يكون لها هذا الدور بنقل هذه الفعاليات كل ليلة من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على جده. أعزائي المشاهدين، في هذه الليلة حديث عن فضل إطعام الطعام، وقد كان لإطعام الطعام الكثير مما ورد في النص القرآني وفي الحديث الشريف، وفيه صفات لمطعم الطعام، لمطعمي الطعام عفوا. فمطعم الطعام من صفاته أنهم الأبرار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه إحدى الآيات، وهناك الكثير والكثير من الآيات تتحدث عن إطعام الطعام وفضله، وكثير مما ورد في الحديث الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في أول ما جاء إلى المدينة المنورة فحدث الصحابة وحدث الأنصار من أهل المدينة بفضل الإطعام، إطعام الطعام. وهنا لا أجد لدي من الكلام ما يعلو على القرآن الكريم، هو خير الكلام. وهنا يتفضل بالقراءة في بداية هذه الجلسة المقرئ الشيخ طه النعماني، ويقرأ علينا ما يتأثر من سورة الإنسان. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر استبرق وحلوا أساور
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. هكذا استمتعنا بهذه الآيات مع القارئ الشيخ طه النعماني عبر هذه الآيات التي تحدث فيها من سورة الإنسان عن إطعام الطعام. نستمع إلى هذه النداءات من داخل مسجد الإمام الحسين، هذا المكان العامر حقيقة بمحبي آل البيت، فجميعنا في مصر محبون لآل البيت، ولهذا فقد حضر آل البيت إلى هذه الأرض الطيبة، استنجدوا بأهلها فنجدوهم. هكذا كانت مصر دائما هي الأرض، هي الملاذ لكل هارب من كل مطارد، وكذا كانت هذه الأرض الطيبة، ومن هنا كان العطاء دائما، ومن أزهرها الشريف كان عطاء العلم الذي تميز بوسطية لم تتح لأي من بلدان العالم، فكان الأزهر منارة الإسلام في العالم، ليس فقط في الشرق الأوسط ولا في العالم العربي. شكراً أيضاً لما تبذله وزارة الأوقاف المصرية من فعاليات مثل هذه الفعاليات، ملتقى الفكر الإسلامي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وقناة النيل الثقافية لنقل العلم كما ينبغي من أهله الثقات، العلم عن أهله، هم أهل العلم ونحن ضيوف عليهم. وهنا أمامي السادة الأفاضل من الأزاهرة، يصح استخدام الأزاهرة مولانا مش كده؟ أنتم أهل العلم، نتلقى العلم عنكم، فتوخوا أن يندس بينكم من كان. في هذه الليلة يطيب لنا أن نكون نحن ضيوفا على اثنين من كبار العلم في مصر والأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، تحية إجلال وإكبار لعلمكم مولانا. أيضا فضيلة الدكتور نوح العسوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، أهلا وسهلا بسيادتكم. في البداية يسعدني أن نستمع جميعا إلى رأي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم عن فضل إطعام الطعام، كيف كان إطعام الطعام له هذا القدر؟ لنجد مثلا عند في السنة النبوية وهذا الحديث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام
تدخل الجنة بسلام، هذا الحديث المؤكد والصحيح الذي رواه الترمذي. أيضا من السنة المشرفة أيضا في أن إطعام الطعام هو مدخر عند الله، إذ عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أيضا في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. هنا أن ما ذهب منها إطعاما هو الباقي. سيدي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم، نستمع إلى رأي فضيلتكم في فضل إطعام الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم معاشر الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، وأتمنى من الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس الذي تحفه الملائكة ويؤجر كل من حضره بحسب نيته، أن يجعله في موازين حسنات الجميع. ونشكر كذلك وزارة الأوقاف ومعالي وزيرها الفاضل على هذه السنة، وكل المساعدين له والمعينين له في رسالته، إنه على كل شيء قدير. مسألة إطعام الطعام، قد سمعتم قراءة القارئ الكريم ما ذكره الله عز وجل بشأنها، أو بعض ما ذكره الله عز وجل بشأنها، كما سمعتم من الأخ الأستاذ مقدم البرنامج ما تيسر له. وسأجعل محور حديثي معكم في هذا الإطار، وأول ما نبدأ به هو الحديث الصحيح: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. إذن شهر رمضان هو شهر إطعام الطعام، رغم أنه يقوم على الصيام عن الشراب والطعام، وسبحان من أحل الحلال وحرم الحرام وجعل أجر الذي يستفيد بالحلال مشكورا، وأجر من انتهى عن الحرام كذلك مأجورا، إنه على كل شيء قدير. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه الآية هي مدخلنا إلى ما نريد أن نتحدث فيه. ولقد كان في معانيها حديث صحيح
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله عليه، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في الآية السابقة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فأول ما نريد أن نركزه في أذهان أهل الفضل الذين يقدمون الطعام لمن يحتاجه، أن الله عز وجل يخاطبهم بأن ينفقوا من طيبات ما رزقناهم، ومعنى ذلك أن من أراد أن يطعم طعاماً فعليه أن يجعل نصب عينيه أن ما ينفقه على ذلك الطعام هو مما أحله الله. ثم تقول الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الآية استدل بها الفقهاء والمفسرون على أن الصدقة التي تلزم المسلم هي تشمل أمرين: الأمر الأول أن يكون كسبه مما أحله الله، سواء كان من عمل وظيفي فيخلص فيه، أو كان من مصدر أدخل هذا المال في حوزته فيكون قد تحلى فيه، تحرى فيه الحلال. وأما ما أخرجته الأرض فهو كل من له زراعة من أي نوع، سواء ما وجبت فيه الزكاة أو ما هو مؤقت من غيرها، فالكل داخل تحت هذه الآية، ومنه يكون إطعام الطعام الذي يقوم به أهل الإحسان بعد أن يعدوه بهذه المواصفات التي ذكرها الله عز وجل. وتضيف الآية الكريمة على أن يكون الطعام من حلال وأن يكون من كسب صاحبه أو مما أخرجه الله من الأرض، ومعنى أن الله أخرجه من الأرض أنه لولا إخراج الله له لما استطاع إنسان أن يطعمه. وقد تحدى القرآن الكريم مسألة القطر الذي يخرج به الزرع أنه إذا أمسكه الخالق لما استطاع مخلوق أن يزرع، وهو الذي كذلك ينزل المطر ويصرفه. فأنت أيها المطعم وفقك الله واستأمنك
على مسؤولية إطعام الطعام فعليك أن تؤدي شكره لمن يخرج كل من في الأرض فتحيا به كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم يقول الحق في آخر الآية: ولا يكون ما تنفقه رديئا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا اكتسبت من حلال وأردت أن تطعم الناس لوجه الله فقدم لهم أحسن ما يمكن أن تقدمه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هو ما كان خبيثا من مصدره الحرام، أو من كان سيئا أو فاسدا من طعام أو غيره. فيقول الله عز وجل: أنا غني والله غني حميد. فإذا استعبدتك أيها المتملك فعليك أن تؤدي إلى من تطعمه طعاما مستوفيا لشروط الصحة، الصحة المادية حتى لا يؤذي صحته، والصحة المعنوية وهي ألا يكون من حرام. ثم يبين الحق تبارك وتعالى أن المطعمين للطعام يهجم عليهم الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. من يوفقه الله لإطعام الطعام يأتيه الشيطان في صورة صديق ويقول: إذا أنت، لأن هذا الإطعام هو خارج عن الزكاة المفروضة، هو مما تجود به نفوس الأغنياء بعدما فرضه الله عليهم. يقول القرآن الكريم: سيأتيك أيها المحسن أو المتصدق أو المطعم للطعام إبليس، فيقول لك: أنت يكفيك أديت الزكاة المفروضة، بلاش اللي فوق دي، لأنك أنت استمريت كده هتتفقر. الشيطان يعدكم الفقر حتى يبطل إطعام الطعام، ويأمركم بالفحشاء، جعل ترك الطعام من الفواحش التي رغم أنها ليست من الفروض لكنها منظور فيها إلى معصية الآمر بها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء للامتناع عن إطعام الطعام. فأنت محسن لا شك ولك أجر كما سنذكر في الأحاديث، ولكن عندما تستجيب للشيطان خوفا من أن تفتقر فهذا الخوف هو من الفحشاء. وتذكر حين تفعل ذلك أن الله عز وجل يعدكم مغفرة منه وفضلا. أما المغفرة فهي كونه يكفر عنك سيئاتك بما أطعمت، وأن هذه السيئات يمكن أن تتسبب في دخولك النار. وستأتي أحاديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ففي هذه الآية يبين الحق تبارك وتعالى أنه إذا فتنك الشيطان فاحترس منه، لأنك تؤدي أمرا أمرك به الرحمن، وإذا أمرك الرحمن فإنه لن يصيبك الفقر. وكذلك لن تكون من أهل العذاب،
الله يعدكم مغفرة لما وسوست به أنفسكم من ترك الطعام خشية الفقر، وفضلا أن يوسع الله رزقه. وسيأتي، أنا أخذت نص ساعة وألتزم بها، سيأتي أن هذا الالتزام هو من الله عز وجل. فأغفر ذنبك، ولا يملك مغفرة الذنوب إلا الله، والآية صريحة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا كان إطعامك للطعام هو كفارة لذنوبك حتى لا تعذب، فهذا وعد من الله لا يخلفه غيره. هذا هو الأول، يعدكم، ووعد الله عز وجل كما في الحديث يرسله له عن طريق الملك. فإذا جاءك الملك وقال لا تطع الشيطان فتصدق وأطعم الطعام وأنت مع آخر الآية، فاعلم أن هذا وحي من الله لك، فاحمد الله. أما الفضل فهو أن يوسع لك رزقك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تقول يقدر يسعنا كلنا؟ والله واسع عليم. أما أنه واسع فلا تخشى من ذي العرش إخلالا، وما أنه عليم أنه يعلم نيتك، فلو تغيرت النية للمراءة أو لأن تتخلى عن إطعام الطعام فإن هذه النية ستنقص أجرك. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. واسع يسع كل من أحسن ويعطيه جزاء أوفى، مش وافي، أوفى. عليم بما في نيتي، وما الأعمال إلا بالنيات. هذه جوانب من جوانب إطعام الطعام. ثم بعد ذلك الفضل من الرزق، ثم المغفرة بالنعيم المقيم في الآخرة. وقد قرأ عليكم القارئ ما للأبرار من أجر ومثوبة، وأنه كان أول ما ذكر لهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه. لا، على الآية ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فأن تتصدق وأطعم طعاما يكون طيبا ويكون محببا كما لو كنت أنت الذي تتعاطاه. ويقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا توجد جهة أخرى تتعهد لك بهذا أبدا. أقول ما أنفق أنا أخلفه عليه، والرزق لا يمكن أن يعطيكه أحد غيري. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فإذا وعدتك فإني سأفي لك، ويبين بعد ذلك القرآن الكريم أن هذه الصدقة وإطعام الطعام لا يمكن إذا رأيت الأدلة أن تقول إن هناك من لا يطعم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، أي مستوى من الغنى ينفق،
وبالتالي إن كنت ذا سعة ولم تنفق على قدر سعتك تكون قد قصرت، أو بخلت عن الأجر الذي أنت بحاجة إليه. لينفق ذو سعة من سعته. طب والفقير؟ قال الفقير كمان: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب فضيلة الشيخ اسمح لي هنا أتساءل، اسمح لي بهذه النقطة، يعني إذا كان الجميع له أن ينفق من سعته للجميع أيا كان المستوى، أما من تحق له أو يستحق الإطعام وصدقة الكذا، طيب هل هناك محددات أيضا لمتلقي؟ أيوة ستأتي محددات. ستأتي المحددات، لكن الإطار العام لينفق ذو سعة من سعته أيا كان. ومن قدر عليه رزقه، إن شاء الله حتى ما يطولش إلا يفطر على حساب غيره، فهو يستطيع من رزقه هذا الضيق أن يدخل في المطعمين. كيف يدخل؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصدق بصدقة بعدل تمرة. الله. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. الشرطين: تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب فإن الله عز وجل يتقبلها منه وينميها له حتى تكون مثل الجبل. الله 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 الله. وهنا يعني أنا كنت أتمنى أن نستمر في الحديث ولن نرغب أبدا في انتهائه، لكن لنعطي فرصة أيضا للدكتور نوح العسوي، لأنه أيضا نريد أن نسأل هنا. اسمح لي دكتور نوح، هنا وما تفضل به الدكتور أحمد مابل عبد الكريم من أن حتى الفقير له أن يتصدق وأن يطعم بهذا القدر القليل، وكأن هذه الميزة العظيمة وهذا الفضل الكبير للمطعم لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يضن به على الفقير، يعني حتى الفقير له أن يستمتع وأن يستفيد. يستمتع بنعمة العطاء. بهذه مش كده؟ بنعمة العطاء. اليد العليا خير هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. يريد من السفلى هذه أن تكون كذلك معطية، فنصل إلى مجتمع بالعبارة المعاصرة متكامل، ليس فيه من هو فقير لا يعطي وغني يحتكر العطاء. الله، يا له من ختام رائع لكلمة الدكتور أحمد مابل عبد الكريم. هذه الحكمة من هذا التشريع، من الإطعام، من الصدقة، من كذا، حتى يحدث هذا التكافل، هذا التكامل كما أطلق عليه وسماه أستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لما تفضلت به علينا من علم كثير حقيقة. وأتوجه الآن إلى دكتور نوح العسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف، وأترك له الكلمة. وكنت أرغب في أن أبدأ بهذا التساؤل مما ورد على لسان أستاذنا الدكتور أحمد معبد: يا له من جهد جهيد واجتهاد عظيم يبذله الشيطان الرجيم ليخرجنا عن طاعة الله، وأن يصرفنا عن ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وقد أقسم بعزة الله وجلاله لأغوينهم أجمعين، وأن يطلب من الله أن يكون من المنظرين إلى يوم الدين. هو يجتهد لهذا القدر ونحن لا نجتهد بنفس القدر لنصل إلى رضا الله ومحبته. تفضل دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون،
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحضور الكريم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذه الأيام المباركة عند الله عز وجل، في شهر كريم مبارك عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. فنحن جميعا نلتقي في بيت من بيوت الله وفي رحاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين أبي عبد الله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لنتدارس معا آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البداية نعلم يقينا أن ديننا دين الأخلاق، وشريعتنا شريعة الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الأخلاق، بل إن الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الأخلاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن عظيم الأخلاق التي أمرنا بها ديننا الحنيف وحثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم التعاون والتكاتف والتراحم والتعاطف والتواد بين جميع المسلمين، خلق حثنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتعاون معا وأن نتكاتف وأن نتآلف وأن نترابط فيما بيننا حتى يكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد هذا الخلق: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن صالح الأعمال التي حثنا عليها ديننا وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام، بمعنى تقديمك الطعام لفقير أو مسكين أو محتاج أو يتيم أو أي إنسان جائع يحتاج هذا الطعام، عمل صالح وهو نوع من المواساة بين المسلمين. المسلم لا بد وأن يشعر بأخيه المسلم، إن كان في حاجة فلا بد وأن يقف بجانبه، وإن كان في فقر أو في شدة أو في مرض فلا بد وأن يتعاون مع أخيه في شدته وفي محنته.
فقد يبتلى الإنسان في حياته إما بمرض أو بفقد حبيب أو قريب أو بمصيبة أو مشكلة من مشاكل الحياة الدنيا، فيحتاج إلى من يقف بجانبه، يحتاج إلى أحد يجبر بخاطره، يحتاج إلى من يتضامن معه في محنته ويشاركه محنته ليخفف عنه كربته. وهذا هو المسلم، المسلم الحق، هو الذي يقف بجانب أخيه المسلم في كل مراحل حياته أو احتياجاته. وإطعام الطعام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، أوصانا بها ربنا وحثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى امتدح المؤمنين المتقين الصادقين الصالحين الذين يطعمون الطعام للفقراء والمحتاجين واليتامى والمساكين. مدحهم ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه وعدهم من الأبرار الذين يستحقون الفوز بالجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في صفات هؤلاء الأبرار الذين يداومون على إطعام الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، مع أنهم يحبون الطعام، وشهوة الإنسان الطبيعية أنه يريد أن يستأثر بالكثير من الطعام والشراب على غيره. لكن هؤلاء الأبرار مع حبهم الشديد للطعام وشهوتهم له، إلا أنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم فيطعمون الطعام مع حبهم الشديد لهذا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، يحبونه ويستمتعون بإطعام الطعام حتى من كثرة حبهم أنهم تسعد به قلوبهم وترتاح به نفوسه. وإذا مر يوم على أحدهم ولم يطعم طعاما كأنه لم يعش هذا اليوم من كثرة حبهم لإطعام الطعام. هذا القرآن الكريم، أو هذا هو وصف القرآن الكريم للأبرار الذين يطعمون الطعام على حبه ابتغاء مرضات الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا ينتظرون ثناء ولا ينتظرون شكرا ممن يطعمونه. وإذا ما تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أتباعه بإطعام الطعام ويجعله سببا من أسباب الفوز بالجنة، حين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. إذن كل ذلك الثمرة والجزاء تدخل الجنة بسلام. من أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة
بسلام. إذن إطعام الطعام سبب من أسباب دخول الجنة. كذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن إطعام الطعام للمحتاجين وخاصة في أوقات الشدة في الوقت الذي يحتاجون إليه قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. إطعام الطعام نعم قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إذن إطعام الطعام قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا رئيسيا من أسباب دخول الجنة، حين يقول صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل حين تطعم الطعام أو تطعم الفقير أو تطعم المسكين، تخيل شعوره في هذه اللحظة كأنك أدخلت السرور والفرح على قلبه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، حيث قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. فإطعام الطعام يدخل السرور على الجائع، يدخل السرور على الفقير والمسكين والمحتاج، ولذلك كان من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. كل ذلك يؤكد لنا أن إطعام الطعام نوع من المواساة بين جميع المسلمين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، حثنا على أن نكون على أن نقف جميعنا بجانب بعض، بعضنا بجانب بعض. فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. هكذا يكون التعاون، هكذا يكون التآلف، هكذا يكون التكاتف بين جميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الجابرين للخواطر في هذا الشهر الكريم. فاتقوا الله يا إخوة الإسلام، ولا تستصغروا شيئا تعطونه لجائع أو فقير أو محتاج أو مسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف. شكراً دكتور نوح العيسوي. السادة الحضور، كانت هذه الليلة الرابعة من ملتقى هذا الملتقى، ملتقى مشاهدينا ملتقى الفكر الإسلامي في مسجد مولانا الإمام الحسين. نختم هذا اللقاء بالمبتهل الشيخ سعيد هزاع، استمع معه إلى هذا الابتهال الذي نختتم به هذه الليلة المباركة من مسجد الإمام الحسين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها واجعل أمانا في البلاد يسود. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل صل على الحبيب محمد، يا رب صل صل على الحبيب المجتبى، يا رب صل على الحبيب المصطفى. فأنا 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 بحب الهاشمي سعيد. يا رب صل صل على الحبيب، صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب المجتبى، يا رب صل على الحبيب المصطفى. فأنا 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 بحب الهاشمي سعيد. رمضان رمضان أهلا يا طبيب فؤادي. رمضان أهلا يا طبيب فؤادي. يا منبع الإيمان، يا منبع الإيمان والعباد، يا قبلة القرآن، يا قبلة القرآن، يا شهر التقى فيك الصيام، فيك الصيام، فيك الصيام حلاوة الزهاد. يا صائم الشهر الكريم تقربا، يا صائم الشهر الكريم تقربا، لك فرحتان، لك فرحتان، لك فرحتان كفرحة الأعياد. رمضان وقبل فاستعد لصومك. رمضان رمضان وقبل
فاستعد لصومك وقم الليل ليكن مع السجاد. رمضان 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 وأقبل فاستعد لصومك وقم الليالي وقم الليالي. وقم الليالي وقم الليالي ليكن مع السجاد. يا رب يا رب يا رب جئتك بالمعصي تائبا يا رب جئتك بالمعاصي تائبا لا تخزني في الميعاد. يا رب صل على الحبيب يا رب صل على النبي والي يا رب يا رب صل على النبي وآله إن الصلاة عليه سر اللهم صل وسلم وبارك عليه. قولوا جميعا اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. الله على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. الله صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خير كلام نختم به هذه الليلة المباركة ونحن بصلاة وسلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي بيت من بيوت آل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم نختتم هذا اللقاء. ونشكر ختاما الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، وشكرا جزيلا للدكتور نوح العسوي القائم ورئيس إدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي يرعى هذه الليالي وهذا الملتقى ملتقى الفكر الإسلامي بشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام ونقل خاص من قناة النيل الثقافية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، ويعجز اللسان وتعجز اللغة ربما عن التعبير عن هذه الروح التي نجدها هنا
في هذا الجمع الكريم الذي أدعي بحق أنه جمع تحفه الملائكة. طبتم وطاب مساؤكم، وإلى أن ألقاكم غدا بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء. السلام.